انا في ايوه كده. هو انت اتجوزت المخفيه اللي اسمها صافيه دي عشان ترجع فلوسنا ولا عشان تتلام على بقيه فلوسي انا وبناتي؟ يا كده ما تخليش الغيره تعمل عليكي، لو فكرت بعقل تعرفي ان احنا استفدنا من الجوازه دي. استفدت ايه وعقل ايه؟ انت خليت فيا عقل، انا خلاص قربت رسالات المجانين من عمالك الوحشه اللي انت بتعملها دي. ادي ايه وزفت ايه؟ اسمعيني، ما تنسيش ان فرن عدو دلوقتي بقى ملكنا، ما كناش نحلم بده، كان بينافسنا في السوق. وبعدين حتى صفيا لما اشتغلت في المخبز قفلت علينا المخبز بتاعنا، انما دلوقتي الحته كلها بقت ملكنا، يعني اللي يشتري من هنا احنا كسبانين واللي يشتري من هنا احنا برضو كسبانين. في دي يا ابو بنات عندك حق. شفتي؟ معلش حبيبي حقك عليا، متزعلش مني. انت مش تظلميني تاني حبيبتي. اخر مرة. خلاص بسامحك. عشان كده بقى حبيبي تقوم من النجمة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تروح رامي عليها يمين الطلع. لا ما اقدرش اطلعها. ليه؟ ما اقدرش اطلعها في ليه؟ اصل ليه؟ قطعت يا راجل اصل ايه؟ اصل انت صافية حامل. منين يا راجل؟ منين؟ انت مش ملمستهاش؟ ايوه منين؟ حامل من ايه؟ انا مستهاش بس هي ضحكت عليا. معلش سامحيني. العتبه دي رشين لك عليها حاجه كده زي الصابون كده مزفلطه تقرف عشان تعدي انت وتقعي من طولك وانت حامل يا حبيبتي. في ايه يا عمتو؟ في ايه؟ بس اقفوا عندكم ما تجوش هنا. الارض مزفلطه احسن تزحلقوا، وخصوصا انت يا ابتسام. ليه؟ هو في ايه بالظبط؟ الارض مزفلطه زي ما يكون حد رشش لها حاجه. ايه مزفلطه ورشش لها دي يعني ايه؟ يعني ده مقلب من الست امك، عملت كده لما عرفت اني حامل، بس الغلط مردود. ايه الكلام ده يا جماعه؟ ماما عمرها ما تعمل كده طبعا. مستحيل يا صافي، ماما لا يمكن تعمل كده ابدا. الله 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 الله، اقفوا ارغوا مع بعضيكوا وسيبوني انا متلقحه في الارض، ما حد يجي يشيلني يا بنات. تعالي انت، تعالي انت شيلي، تعالي انت اعملي حاجه في دنيتك. تعالي يا عمتو اعملي حاجه في دنيتك. واحد وجوزي اتجوز عليا وانا لسه الحنه في ايديا. يا نار يا ناس، نار 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 يا نار يا ناس. ياما ايه يا سبع البرومب؟ ايه يا ابو بناتي في ايه؟ انا اللي يرش ابني بالميه ارشه بالدم. يا نهارك اسود ومنيل يا راجل، انت متجوز واحده قبل منه جايب منها ولد؟ مالكيش دعوه بصفية، ولو حاولت تاذيها او تاذي ابني انا اللي هتصدر لك، فاهمه ولا لا؟ الله 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 الله. ومفيش يا اختي اسم الله. من امتى يا راجل بتعلي صوتك عليا عشان خاطر الجربوعه بتاعتك؟ خلاص يا خالص، وما تقولش الجربوعه، انت عارفه انت عملت ايه مع المسكينه اختي اللي كانت هتضيع فيها. اختك دي ايه؟ ام 44 ام سحلول. ما تكمليش، ولعلمك لعلمك يا كيداهم ده اخر تحذير ليكي. الله الله الله، ولا بقيت تعرف تشخط فيا، والله يا طير وبقالك ريش، وبقيت عني تروح ما تجيش. في ايه يا ابو البنات؟ في ايه؟ ايوه في ايه؟ اوعى تفتكر انك لما تحت فيا هرب لك يا كيدا. لا، ده بعدك ولعلمك لو ما احترمتيش نفسك معايا هتجوز عليك التلفه. يا نهارك اسود ومنيل. لا 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 لا، جبت الصحه دي منين يا راجل؟ انت ما كنتش كده. انا طول عمري كده فشار.
عشاك وعرفاك.